طيب هنيجي بعد كده عند غموس الطماطم اللي بالزعتر للبشرة، برضو الطماطم ليها فايدة فظيعة، خصوصا لو الطماطم بقى طهينها بتبقى فايدتها احسن كمان كتير جدا، يعني زي الصلصة. يعني لو خدتوا الطماطم دي وحطيتوها شوية على النار، الوصفة هقولها لكم حالا، هتبقى احسن واحسن كمان. طيب هقول لكم على المقادير. معانا كوباية طماطم متقطعة مكعبات صغيرة جدا، معلقتين كبار زيت زيتون، معلقة صغيرة ثوم مفروم، معلقة صغيرة زعتر مفروم أو ناشف، يعني طازة أو ناشف، ونص كوباية مكعبات صغيرة جدا من جبنة حلوم أو أي نوع جبنة أنتوا حابينه، مش لازم الحلوم، ممكن أي نوع جبنة أنتوا حابينه. هنعمل ايه؟ هنخلط برضو كل المكونات مع بعض.